مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد اخبارنا. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ومما جاء في هذه البرقية يطيب لي والأمة الإسلامية التي تستقبل شهر رمضان المعظم أن نبعث إلى جلالتكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى العلي القدير أن يمنحكم ما تحبون من فضائله، وأن يعيده عليكم وعلى شعبكم الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وجاء في البرقية أيضا صاحب الجلالة: وأخي العزيز، وإذ أجدد لكم عبارات التهاني والتمنيات الطيبة، فإنني أدعو الله عز وجل أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعبينا الشقيقين بدوام التقدم والازدهار.